المشكلة اللي عند ماري وراهو متبدل. كانوا بيتعبوا طول السنة، كل واحد كان ليه حلم، فاكر انه كان هيقدر يحققه. بعد ما طلعت نتيجة الثانوية العامة عرف ان حلمه مات وقرر انه يموت معاه. مريم ابتلعت بحلمها ومرضتش تسيبه. وانت ولا مين؟ كملي. بص احنا كده واحد اتهددت، في حد بيدخل بدلنا يعني. هو فوق وقت دوا وكملي. هيك احنا اللي هنجيبه، هيك احنا اللي هنجيبه. اصحى يا طالب مصر يا مجدع، اصحى يا طالب مصر يا مجدع، واعرف دورك في الثانوية، واعرف دورك في الثانوية. عشان مريم مريم بعد شوية هتكون موجودة هنا بعد ما الطب الشرعي اثبت ان اوراق الاجابة متطابقة مع خط مريم. احنا مصدقين مريم والناس مصدقة مريم. لحد امتى الوزارة هتستمر الكلام؟ لحد امتى مش عايزين تغلطوا نفسيكم؟ انتوا لسه مقتنعين ان الناس اللي بتموت في الامتحانات بتموت عشان ما ذاكرتش، ما ماتتش عشان المنظومه، ما ماتتش عشان تعبها راح. مكملين مع مريم ملاك وعددنا هيزيد. من شوية احنا شاركنا هاشتاج مريم ملاك في نقابة الصحفيين ودعينا الناس كلها انها تنسي. كذابين 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 كذابين، واحنا يا باشا مكملين، واحنا يا باشا مكملين. حق مريم بكرة نجيبه، حق مريم بكرة نجيبه، مش هنسيبه مش هنسيبه مش هنسيبه مش هنسيبه. حقك مريم مش هنسيبه، حقك مريم مش هنسيبه، حقك مريم مش هنسيبه. حقك احنا اللي هنجيبه، حقك احنا اللي هنجيبه، حقك احنا اللي هنجيبه، حقك احنا اللي